اللجنة العليا لاحتفالية نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي 2023 مساء أمس المركز الثقافي لجهة نواكشوط أمسية شعرية شاركت فيها مجموعة من الشعراء الموريتانيين الشباب. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال أمين العام للجنة السيد محمد سيدي عبد الله إن اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023 لم يكن وريد الصدفة، بل هو نتاج لما تتمتع به موريتانيا من روافد ثقافية مهمة، مشيرا أن هذه الأمسية تتنزل في إطار فعاليات الاحتفاء بنواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي. وقد تميزت الأمسية بإلقاء عدد من القصائد الشعرية لشعراء شباب تجاوب معها جمهور الحاضر الأمسية، كما أقيم على هامشها معرض لبعض اللوحات التشكيلية لعدد من الفنانات التشكيليات الشابات. حضر الأمسية لافين من المهتمين بالحقل الثقافي.